حكومة عميلة يجيب تغيير.
حكومة عميلة يجب تغيير، 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 حكومة عميلة الشعب المسلم في الميدان، يا برهان يا جبان، يا برهان يا جبان، الشعب المسلم في الميدان، الشعب المسلم في الميدان، يا برهان يا جبان، يا برهان يا جبان، الشعب المسلم في الميدان، الشعب المسلم في الميدان، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا تبديل لشرع الله، لا تبديل لشرع الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا تبديل لشرع الله، لا تبديل لشرع الله، جبان يا برهان، جبان يا برهان، جبان جبان يا برهان، جبان جبان يا برهان، ارحل ارحل يا برهان، ارحل ارحل يا برهان، ارحل ارحل يا برهان، ارحل ارحل يا برهان، الشعب المسلم في الميدان، 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 اسمع اسمع يا برهان، لن يحكمنا الامريكان، لن يحكمنا الامريكان، اسمع اسمع يا برهان، اسمع اسمع يا برهان، لن يحكمنا الامريكان، لن يحكمنا الامريكان، اسمع اسمع يا برهان، اسمع اسمع يا برهان، لن يحكمنا آل نهيان، لن يحكمنا آل نهيان، اسمع اسمع يا برهان، اسمع اسمع يا برهان، لن يحكمنا بني سلمان، لن يحكمنا بني سلمان، ما بنسلم ما بنبيع، ما بنسلم ما بنبيع، ما بنسلم ما بنبيع، ما بنسلم ما بنبيع، ولا بنوافق على التطبيع، ولا بنوافق على التطبيع، ما بنسلم ما بنبيع، ما بنسلم ولا بنبيع، ما بنوافق على التطبيع، ما بنوافق على التطبيع، ما بنسلم ما بنبيع، ما بنسلم ما بنبيع، ولا بنوافق على التطبيع، ولا بنوافق على التطبيع، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا تبديل لشرع الله، ولا تبديل لشرع الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا تبديل لشرع الله، ولا تبديل لشرع الله، العار العار يا برهان، العار العار يا برهان، العار العار يا برهان، العار العار يا برهان، تجم انت يا برهان، يا برهان يا برهان، يا برهان يا جبان، يا برهان يا جبان، لن يحكمنا الامريكان، لن يحكمنا الامريكان، يا برهان يا جبان، يا برهان يا جبان، لن يحكمنا الامريكان، اسمع نصر الدين، اسمع اسمع نصر الدين، احنا نموت عشان الدين، احنا نموت عشان الدين، اسمع اسمع نصر الدين، اسمع اسمع نصر الدين، خزي الدين، خزي الدين، لا اله الا الله، لا تبديل لشرع الله، لا تبديل لشرع الله، إسلامية 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 إسلامية، لا تحكمنا العلمانية، لا تحكمنا العلمانية، إسلامية إسلامية إسلامية، لا تحكمنا العلمانية، لا تحكمنا العلمانية، إسلامية 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 إسلامية، لن تحكمنا العلمانية، إسلامية إسلامية، لن تحكمنا العلمانية، الإسلام قبل الغوط، الإسلام قبل الغوط، شريعة شريعة ولا نموت، شريعة شريعة ولا نموت، الإسلام قبل الغوط، الإسلام قبل الغوط، انتوا النوح أنصار الدين، جايين لشنو؟ جايين للدين، والدين معروف، الدين محروف، انتوا النوح أنصار الدين، جايين لشنو؟ جايين للدين، والدين معروف، الدين محروف، جايين لشنو؟ جايين للدين، جايين لشنو؟ جايين للدين، اسمع اسمع نصر الدين، اسمع اسمع نصر الدين، احنا نموت عشان الدين، احنا نموت عشان الدين، اسمع اسمع نصر الدين، اسمع اسمع نصر الدين، احنا نموت عشان الدين، احنا نموت عشان الدين، اسمع اسمع نصر الدين، احنا ورانا الدين، ضد الناس دعوا الدين، ضد الناس دعوا الدين، ونحن مرقنا وما راجعين، نحن مرقنا وما راجعين، وضد
الناس الباعوا الدين وضد الناس الباعوا الدين وضد الناس الباعوا الدين وضد الناس الباعوا الدين ونحن مرضنا وما راجعين ونحن مرضنا وما راجعين وضد الناس الباعوا الدين وضد الناس الباعوا الدين باليمين مالوا باليمين واسحبنا جابوا منو جابوا القران باليمين مالوا باليمين واسحبنا جابوا القران باليمين مالوا باليمين واسحبنا جابوا القران أرجع يا مفتون لن يحكمنا بني صهيون أرجع يا مفتون أرجع يا مفتون لن يحكمنا بني صهيون لن يحكمنا بني صهيون جيش محمد بدأ يعود خيبر يا يهود جيش محمد بدأ يعود جيش محمد بدأ يعود إسلامية لن تحكمنا الصهيونية لن تحكمنا المازونية لن تحكمنا العلمانية لن تحكمنا الليبرالية لن تحكمنا الصهيونية إسلامية 100% لن تحكمنا الصهيونية لا إله إلا الله ولا تبديل لشرع الله لا إله إلا الله ولا تبديل لشرع الله أسمع نصر الدين إحنا نموت عشان الدين أسمع نصر الدين أسمع نصر الدين إحنا نموت عشان الدين أسمع يا برهان أسمع يا برهان أسمع يا جبان أسمع يا جبان لن يحكمنا الأمريكان أسمع يا جبان أسمع يا جبان لن يحكمنا الأمريكان لا إله
أن مسألة وقت إلى أن يأذن الله. الله أكبر. تعالى بيطعنا بالابتلاء ده إلى أن يأذن. الله أكبر. أول حاجة يا أخواننا أنا هقول أربع خطوات مبدئية قد أقول منها اثنين. الله أكبر. أول حاجة إحنا قعدنا يا أخواننا لابد إننا نعمل بنصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول لما وصف زمننا ده قال شنو؟ قال ما من قلة، قال أنتم كثار كثيرين ولكن كشنو؟ كغثاء السيل. أصابكم الوهن. الصحابة قالوا له وما الوهن يا رسول الله؟ قال لهم حب الدنيا وكراهية الموت. المعادلة دي لازم تتغير. إحنا لازم نتغير. المعادلة بتاعتنا تكون حب الموت. الموت في سبيل الله. في سبيل الله أسمى أمانينا. الموت في سبيل الله يكون أسمى أمانينا. الحاجة الثانية يا أخواننا إحنا شغلتنا الدنيا. شغلتنا الدنيا الناس بقت جارية شرق وغرب وبقينا أموات. الرسول قال مثل المؤمن الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. الأموات ما بنصر الدين. الدين نصره لابد من ذكر، من تلاوة قرآن، من قيام ليل، لابد من الجانب الروحي. يا أخواننا أنا ما داير أطول عليكم، دي البداية. إن شاء الله إحنا ما هنقف ودايرين منكم الدعوات وهنستمر. هنستمر إلى أن نسقط هؤلاء العملاء. هؤلاء الجهلة. الجهلة يا أخواننا ما بيعرفوا السنة الكونية. ما بيعرفوا السنة الكونية. ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا قال لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ربنا قال ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم أو من تحت أرجلهم. لكن ده شايفين شنو؟ قال الذين في قلوبهم مرض. ربنا قال فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون. قال يسارعون فيهم يقولون شنو؟ نخشى على الوطن من شنو؟ من المصالح العليا بتاعته تضيع والسودان يضيع. إحنا الله معانا ما بنضيع. أخواننا أنا ما دار أطول عليكم وجزاكم الله خير وتكونوا متابعين للخطوات الجاية. ونحن إن شاء الله هنستمر إلى أن نسقط هؤلاء العلماء. عزيمتنا يا جماعة أقوى سلاح. عزيمتنا والشعر ده ما يقف أصلا ما في حاجة بتضغط أكثر من الشعر. أعدوا لهم ما استطعتم. الله أكبر. قوة سلاحنا في الله أن ربنا حينصرنا إذا كنا أقوياء وعندنا عزيمة عالية. والشعر ده ما يقف ما في حاجة بتضغط على الجماعات أكثر من الشارع. لا خطب لا كلام لا جرايد. الشعر ده بس ولازم المواقف دي تستمر ولازم الضغط ده يستمر عشان الناس اللي خافوا ما في حاجة بتردعهم إلا الخوف. الله أكبر. الله أكبر. جزاكم الله خير. وإحنا يا أخواننا نقول نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. واللهم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا حي يا كريم يا من تستحي أن ترد يد عبد رفعتها إليك صفرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعدها فينا أبدا على منها. واجعلنا من العاملين لها والمجاهدين في سبيلها والقائمين على إقامتها يا رب. اللهم لا تستبدلنا. اللهم استعملنا لعز دينك يا عزيز. اللهم أنت القوي وهم الضعفاء. وأنت الغني وهم الفقراء. اللهم إنا توكلنا عليك. اللهم انصرنا كما نصرت عبدك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وجزاكم الله خير. وإن شاء الله يا أخواننا ما هننقطع وما هنقف. دي تسخينة بس إن شاء الله. آمين. بارك الله فيكم. جبناس عمر Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن شعب السوداني شعب مسلم، ولن نرضى إلا بنصر دين الله سبحانه وتعالى، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع، ولن نتبع ملة اليهود ولا النصارى، ولن نتبع ولا خرج الشعب السوداني وخرج الشباب وخرج المجاهدين وخرج الثوار وماتوا في سبيل لقمة العيش وسبيل حياتهم، ولم يخرج أحد ولم نخرج أبدا لضيق في دين ولا في ولا لضغط دين ولا غير. نحن محبين لله ونعيش في سبيل الله ونموت في سبيل الله، ونحن معك يا فلسطين، ونحن معك يا قدس، ونحن معك يا غزة بإذن الله، وربنا ينصرنا وينصر جنده إن شاء الله. جزاك الله خير. الزبير يتكلم يا محمد، قد الزبير يتكلم. راح راح أول وين مرة زبير تعال اتكلم يا عن شنو؟ أقصى المسيرة والمسيرة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحن حقيقة بنرفض أي تطبيع مع دولة الكيان الصهيوني التي تعتبر هي عدو لدود للإسلام والمسلمين، وبندعو جميع إخوتنا في السودان أن يقيفوا ضد هذا التطبيع. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ونحن إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أنه ينصر الإسلام والمسلمين، وأنه يحرر القدس إن شاء الله، ويزل الكفر والمشركين إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، نحن نرفض التطبيع جملة وتفصيلا، لأن اليهود مهما حلوا في العالم فهم يخربوا، وغير الخراب والدمار ما سووا أي حاجة. وما نشاهده في فلسطين والعراق وسوريا ودول الجوار والعالم أجمع ما عندهم غير الخراب. نحن نرفض التطبيع جملة وتفصيلا، وده مسنود بالقرآن ومسنود بالسنة ومسنود بالشواهد التاريخية. وندعو المسلمين في العالم أجمع بأنه يجتهدوا في نصرة القدس الشريف واسترداد فلسطين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عفوا.